السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير الديزاد. اليوم الحصه تاعنا وين ليكن في علم الجميع بان فلاديمير مدرب المنتخب الوطني الجزائري رسميا التقى بابراهيم مازابا. غادي ندير لكم التصاوير، باقي تلقاكم التصاوير هذه السيمانه هذه ماناش عارفين. هو تلاقى به يعني وين مع الاب تاعو مع السيد مصطفى مازا، تلاقاو في المانيا و يعني تلاقى مع اللعاب وكلش اوفيسيال يعني الحمد لله يا ربي. لعاب كيما هذا اللي قال لك راهم يجيبوا من المستوى الثاني، بصح هذا اللعاب يعني شحال عنده 19 لعاب، هذا وراه طالع مستوى ثاني ولا مستوى ثالث. المنتخب الوطني 2010 وقفنا للانجليز 0-0 امام انجليز، كيفاش مستوى تاع اللاعبين كيفاش وقفنا اليميني مصر يعني صاحبه 3 كؤوس افريقيه مرتبه 10 عالميا، لكن الجزائر باصحاب المستوى الثاني وتأهلنا وقضية تاع رجلة والجزائري قضية تاع رجلة. قبل لا نبداو الناس قالوا لي وراه الإعلام، الإعلام هو لا وراه الإعلام يغسل يتنقى منا ويطبق ويتحدد في بلاصته يعني ونعاودو نردو فعليك، مكاش قاع مشكل. الإعلام يبقى الإعلام، الشارم تاع الشارم تاع القناة تاعي هو الإعلام من بكري مشي من اليوم، أي من 2009 2010 الإعلام هذه هي الإعلام. أنا تبالي ما أنا تبالي كيما هاكا الحيطة مورايا تبالي بلي خاصة حاجة، بصح تاهي لا هو لا الإعلام. ناس لي قالك قلت الإعلام وين الإعلام وين الإعلام هو لا وين أكيد الإعلام. المهم وين مصطفى إبراهيم مازا يعني رسميا فوق الرسميا في المنتخب الوطني الجزائري، وين غادي هذا السيمانة حسب المعلومات كيما قلت لكم قلت لكم كيسموها هذيك الحماره الناشفه هذيك، قلت لكم شوبير يجيب الاخبار ليعطيه الاخبار تاع الاتحاديه هو كيسموه سعيد فلاك. الحمد لله يا ربي انا ننقل اخبار حقيقيه ماشي اخبار تاع كذب. شوبير راه ينقل في اخبار حقيقيه، ما نكذبوش عليكم، ما قلنا لكم الماتش يتعاود، ما قلنا لكم الاتحاديه حطت ملف قوي، ما كذبناش على الناس. مهم ما ضحكناش على المشاهد اللي مأمنين فينا، ما ضحكناش عليهم، ما ضحكناش عليهم. حنا على بالنا قنوات تاعكم وانتم بنتو بالماتش يتعاود. يعني كنت تشوفوا الناس اللي كانوا يتبعوكم مساكين راحوا معاكم بعد جبدوا شوفوا المشاهدات تاعكم وين راح، ما تشوفش لي زابون شوفوا المشاهده وين راح. الله غالب حنايا السينيال، حنا دير فيديو، انا باش دير فيديو عندي في الدار باش يطلع عند خويا ولا عند ولد خويا يقعد يومين، نسيتها خاطش على السينيال. ونقول لكم ماذا بكم الناس اللي يشوفوا دير جيم كومونتير بارطاج، ولا تسيب لي فيديو ما يطلعش ما يطلعش ديزابوني وعاود ولي في طور السينيال يروح. هذاك انت لك تحوس على شوبير باش تسمع شوبير، تسيب لي فيديو ما يطلعوش في نهارهم ديزابوني وعاود ولي اقلعني وعاود ولي السينيال يروح يولي الفيديو يطلع عندك. وما تنساوش تفعيل الجرس، خاصة تفعيل الجرس، هذه هي. وكشف مصدر خاص، نزيد نقول لكم نعطيكم معلومة يعني وين راح تكلم معاه يوم الأربعاء، كمل معاه يوم الأربعاء اجتمعوا من الأربعاء ولا الثلاثاء. المهم المهم السيمانة هذه اللي فاتت راح جمع معاه مع الآخر مع إبراهيم مازا يعني. وكاينه مفاجاه لعاب يعني اللي كان مرشح باش يروح يلعب كوب دي موند مع البانيا بانيك ان شاء الله كيما يقول لك مراحل بالمراحل. وهذا السيمانه عنده اجتماع، عنده زوج اجتماعات، عنده زوج اجتماعات رايان شرقي واكلي واش هذاك اللي تفرج عليه بالامس، تفرج عليه كان يتفرج عليه شافه موناكو لعب تاع موناكو اللي مركا البارسا اللي خلى الغارديا تاع البارسا يصور، عطاه طاوه فوتو قال له صور البنت كي غادي يدخل. هذه هي هادو زوج هادو حسب ما كيما قالت لكم ديك زوجة قاسامة ومسيلمة الكذاب، قال لهم بلي شوبير يجيب معلومات من عند
سعيد في الله. الحمد لله يا ربي، رانا نجيب لكم معلومات وغادي تحقوا هذه الاخبار هذو قاعد تشوفوهم، ما كاش مشكله. انتم قعدوا يعني تبعوا السوكي داير، خاطر انا ما تهمونيش، انا مسيلمه الكذاب وكلبه شينويه هذيك الحماره هذيك ما يهمونيش، خاطر هذوك يعاودوا يدوروا، هذوك يخدموا على القنوات تاعهم، يقارع للجزائر تخسر يخرج ايطاكي تربح يعاود يدور غير من فمك ويقول لك اداء مليح وعجبوني منك، كي تقول له كي لعبوا بشي ما على بلاش، كي لعبوا عجبوا كي لعبوا عجبوا كي لعبوا ما يعرفش. المهم الناس رايحه باللي كا 3-4-3 اي اقعد 3-4-3 واحد يقولوا 5-3-5-2 واحد كل واحد وكيفاش. المهم اخبار رسميه ورسميه يعني وين المدرب استمع مع راخو كسموه مع العائلة تاع إبراهيم مازا المدرب تاع المشروع تاعو، حتى الماناجير تاعه كلش، وزيد فانيك هذه السيمانة ما نقولكم السبت ولا الحد ولا الاثنين ما على باليش، المهم هذه السيمانة غادي يستمع مع ريان شرقي ويجتمع مع كلي هذاك اللي ماركا تاع موناكو، ومن بعد عنده يعني جلسه اخرى قبل دخول للجزائر، قبل للمدرب يدخل للجزائر عنده جلسه مع المهم بالك في هذه السيمانه، بالك في هذه السيمانه يكمل في 3 رحلات هذه، ما راش يمشي فوق حمار ولا يمشي فوق بغله ولا يمشي لا طائره، يعني يمكن عنده 2 جلسات مع اللعابه في فرنسا هاك لي واش هذاك مع ريان شرقي، وعنده جلسه مع امين شيخ، هذه هي اللي عندهم. هذه نعطيكم هذو الاخبار، يمكن يكونوا معنا في اكتوبر ولا نوفمبر، احنا نطلبوا ربي نربحوا دو ماتش تاعنا الي روتور يعني تاع اكتوبر، ومليها تكون عندنا يعني شحال 6 12 12 12 نقطة نتأهلوا مباشرة، ما نقارعوش حسابيا للمباريات فماك بالك نشوفوا يعني نستغلوهم مباريات رسمية يعني بنظرة ودية يعني نسيو اللعابة تاعنا، هذه هي إن شاء الله تبقى لنا أمام غينيا استوائية أمام ليبيريا يكونوا عندنا اللعابة إن شاء الله، ونشوفوا اللعابة ونشوفوا المستوى تاع اللعابة هذه هي. وكانت ذات مصادر أكدت قبل أيام أن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم حسم ملف الواعد إبراهيم باص نجم نادي هرتا برلين الألماني من أجل اللعب مع المنتخب في الفترة المقبلة بعد أن اكتملت خطوات تغيير جنسيته الرياضية وإجرائه كل يعني الخطوات الإدارية الضرورية. ويبلغ النجم الجزائري يعني الجديد من العمر 18 عام، هاك تشوف مؤمن آية قاسي عنده 18 عام طالع، يعني والد يعني والد ولد في برلين من أب جزائري وأم فيتنامية، أي أنه كان يمكنه اللعب مع 3 منتخبات مختلفة الجزائر فيتنام وكذلك ألمانيا بحكم مولوده هناك، وفعلا يلعب حاليا في المنتخب ألمانيا تحت 19 عام يعني صحيح غادي يجي المنتخب. وتابعت ذات مصادر تبرير يعني موقف المسؤولين المنتخب الجزائري القاضي بالتركيز على الفترة الحالية على ملف إبراهيم مازا إلى اهتمام المتزايد بالنجم الواعد في ألمانيا من طرف وسائل الإعلام والجماهير وحتى الأندية الكبيرة، ولهذا تسعى لغلق ملف في أسرع وقت ممكن قبل أن يخرج عن السيطرة، يعني كان لا سيطرة على والو راه الحمد لله ربي، ومع العائلة تاعو هنايا جزائريين 100% وأبناء الجزائر ومارسوا الرياضة مثل مصطفى يعني مازا، يعني وين مارس الرياضة مارس لعاب يعني معروف لعاب المولودية يعني ابن وين تكون في العناصر يعني وزيد فانيك لعاب لي قدم للمولودية كثير ولعب في المنتخب الوطني الجزائري يعني من الفئات الصغرى حتى الكبيرة، هذه هي ولعب المنتخب الوطني الجزائري مثل الراية الوطنية الجزائرية عامة، يعني وين هو فانيك اللي كان واحد من جلب هذا اللعاب للمنتخب الوطني الجزائري، وغادي يعطي يكشف يعني كيفاش جابه مولا صغير يعني مولا 16 عام وقيلا جابه، وكيفاش رفضوه العصابة تاع سيدي موسى تاع 2017 كيفاش رفضات هذا اللعاب وما قبلوهش وكلش، خاطش رومان هذاك اللي كان مدرب هذاك ما ينجمش يهدر، خاطش هنا ينجم يهدر على امين شيخه
بصح ما ينجمش يهدر على ابراهيم مازا، ما ينجمش يهدر عليه خاطر ينكشف. هذه هي خويا، ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد، ويمشي ابوني ابوني معنا، ما تنساوش تفعيل الجرس صحيتو.